الذي همني من البيان في الحقيقة هو ما أكده الناطق باسم الحزب، أن كل ما يهمنا في هذا الموضوع هو ضرورة إجراء الانتخابات، وهذا كان موقفنا دائما، وهذا كان موقفنا حتى من مسألة تمديد عمر البرلمان، وحتى خلال المفاوضات. أنت تعرف أنا كنت المعارضة ما تقول إيش، المعارضة تقول أن الحزبين الكبيرين التقليديين مصرين على عدم، وتحديدا البارتي مصر على عدم إجراء الانتخابات. يعني انت كلامك كان بالمقدمه هم شويه اخذت خاطرهم هوايه، المعارضه الصاعده والى اخره. يا اخي المعارضه مالتنا شويه بيها خير، كان هسه البارتي واليكتي يشوفون لهم شاره. معارضه ما عندها اي مشروع، معارضه ما عندها غير ترفض، غير تلحق الضرر بكردستان. انا ما اريد اعلق على المعارضه، هاي معارضه النفي والهدم، مو معارضة البناء. المعارضة اللي اشتكت عند المحكمة الاتحادية وأخذت هيج قرار، ايش تريد من هذا؟ طبعا هذه محكمة اتحادية فريدة في تاريخ العرف الدستوري.